بالنسبة للاير اوكسجين بلندر او الجزء اللي بيحصل فيه ميكسينج للاير والاكسجين، في عندنا انواع كتيرة للبلندرز دي. في عندنا انواع ميكانيكال، يعني بتبقى حاجة بالشكل ده كده، بتبقى ميكانيكالي كاليبريتد علشان لما بدخل لها انبوت 4.1 بار اكسجين و4.1 بار اير، هو بيعمل الميكسينج ده بشكل سليم ويخرجه لنا في الاخر بالميكسينج ريشيو المطلوبة. احنا عادة بنريفير للاكسجين كونسنتريشن اللي في الهواء اللي داخل للتنفس حاجة اسمها فراكشنال انسبيراتوري اوكسجين كونسنتريشن اللي هي اف اي او 2، ودي عادة الريشيو بتاعتها بتبقى بين 21% و 100% باي فوليوم. فالميكانيكال ميكسرز تعملها بشكل ميكانيكال، يعني بيبقى فيه كاليبريتد، يعني مثلا حاجه زي ما بنتكلم على ان هي حاجه زي مثلا نيدل فالف ولا حاجه موجود في الاثنين، ونقدر ان احنا كنترول الريشيو بتاعت الميكسينج عن طريق ان انا بغير النوب دي. وممكن يبقى معمول بشكل الكتروني بالشكل ده كده، يبقى في عندي بدل ما كان عندي هنا ميكانيكال فالف يبقى في عندي هنا سولونويد فالفز مثلا للاكسجين وللاير، ويعمل هو الميكسينج بين الاثنين، ويقدر كمان ان هو بعض الاحيان يسال نسبه الاكسجين كام بالظبط في الاوتبوت اللي طالع. طبعا الطبيب في الحالتين بيست النسبه المطلوبه، وبعد كده الهواء اللي خارج من الميكسر ده هو اللي بيروح بعد كده للفلو جنريتور او للبريشر جنريتور علشان يوصله بالشكل المطلوب للبريذنج سيركت.